قالوا هكذا. هذه الآية نزلت في بداية الدعوة، يعني عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة. فحتى الله جل وعلا يعني يواسي نبيه ويعني يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني آلام الضغط كونه ضعيف لا يزال، ف يعني كأنما تسلية لرسول الله في بدايات الدعوة. زين، هنا نواجه عدة إشكالات. الإشكال الأول أن هذه الآية مربوطة بسورة المائدة، هذا من المتيقن المفروغ منه. الإجماع سورة المائدة من أخريات يعني السور، وهي مدنية وليست مكية. إذن هذه الفترة بين يعني السنة الأولى هكذا أو بدايات الدعوة، لا نقول سنة للهجرة لأنه في المدينة في مكة، أين كانت هذه الآية؟ أين حشرت؟ في أي سورة؟ يعني هل بقيت هذه الآية طائفة عائمة لم تلتحق بأي سورة؟ تساؤل. أم كل آيات القرآن عندما تنزل بوجود الرسول صلى الله عليه وآله يكون هناك مكانها المناسب في السورة المناسبة؟ على هذا المبنى تبقى هذه الآية عائمة لأن المائدة لم تنزل بعد. المسافة طويلة، يعني تاريخيا المسافة بين بداية الدعوة إلى نهاياتها مسافة جدا طويلة. طبعا بالمناسبة هناك يعني بعض الآيات مدنية ألحقت بالمكية والمكية ألحقت بالمدنية، لكن هذا ليس على نحو العموم أو مفتوح الأمر، وإنما إلا بروايات تامة السند والدلالة، يعني حديث متقن بهذا الاتجاه وهذا أيضا نادر. فهذا تساؤل، يعني المائدة نزلت في المدينة وهذه، فأين بقيت هذه؟ هذا تساؤل يبعد هذا الأمر. شيء آخر، يعني هكذا أنه متى خاف رسول الله عن التبليغ؟ هو واجه، يعني واجه منذ بداية دعوته المباركة، واجه عتاة وطغاة ومشركي مكة. يعني حتى هكذا أنه صعد على صخرة قرب يعني وادي الصفا وصاح بأعلى صوته يا صباحا، يعني هذا النداء يا أهل مكة، هذا يا صباحا كان نداء في ذلك الحين. إذا شعر أحدهم بالخطر قد أتى إلى مكة كأنه يستغيث، نداء استغاثة يحذر من خلاله قومه أنه هنالك خطر قد داهمكم فاستعدوا. فصح يعني على يا صباحا أولو قلت لكم بأن العدو يمسيكم أو يصبحكم أو يعني تصدقوني؟ قال بلى نصدقك. قال عندما أثبت أنه يصدقونه قال إني لكم نذير بين يدي نذير بشير، أنا يعني أنذركم من هذا الأمر اللي سوف تنتقلون من خلاله إلى من الوثنية إلى التوحيد. يعني أمر التوحيد يعني اللي قامت عليه الرسالة وقائم موجود، فمن أين الخوف حتى يقول له يا رسول الله مثل هكذا بلغ ما أنزل إليك؟ يبلغ عن أي شيء؟ عن التوحيد؟ هو مبلغ عن التوحيد، وكل حتى في بداية أول أمر بلغ أنه لا إله إلا الله، أول ما يعني هكذا يعني واجه به المجتمع القرشي المجتمع الوثني التوحيد، نبذ الأصنام والانتقال إلى الواحد الأحد. فهكذا يعني يمكن أن يقال هكذا لم تبلغهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، شنو أنزل بين قوسين؟ التوحيد، هو بلغه، وإن لم تفعل بالتبليغ فما بلغ، يعني شلون يصير؟ أنت بلغتهم في التوحيد انتهى نقطة على الصدر، بعدين تعاد فإن لم تبلغهم فما بلغت رسالته، يعني الأمر غير تام. فالمواجهة يعني رسول الله كان شجاعا وكان قد واجه قلنا هكذا عتاة وطغاة قريش بدون يعني أي تلكؤ، فما حاجة هذا الأمر؟